انت اتصلت ما اعرف شو بدي اسوي، ما عرفت، تشوشت وخفت، خفت على حالي وخفت على مهند، هربت من البيت. صدقني انا كنت بدي اجي لعندك، بس كمان خفت انه يكون حاتم مراقب لك بيتك. قولي هيك شفتي انه انت ما بتفكري الا بحالك، خفتي من حالك، طبعا بدك تخافي من حالك. معك حق، معك حق تزعل مني وائل. وائل حبيبي سامح. خلصي اوعي كاي الكلمة تهدي على لسانك مرة ثانية، عم تفهمي؟ لك لو انت صار فيكي مثل ما صار فيي، شو كنت عملت انا؟ كنت تخليت عنك؟ لك احكي. معك حق، والله معك حق. انا مستعدة اعمل اي شيء، اي شيء حتى صلح غلطي. شو ناوي تعمل هلا؟ ليش مربطها للمخلوقة؟ ما بعرف شو ناوي. جابالي فرخ هذا المسدس براسه وخلاص. لا أكيد أنت ما عم تحكي جد. أنت بتقتل؟ لا ما بقتل. لكن أنت ياسمين شو فكرتيني؟ شو فكرتيني؟ شو بتعرفي عني؟ أنا ماني مفكرتك شيء ولا بعرف عنك شيء، بس بترجاك لا تعمل أي شيء تندم عليه طول عمرك. وائل اترك كل شيء ورا ظهرك وانسى. لكن مخلوقة كيف عم تتعذب؟ نزاها كرمالي، اتركها بحال سبيلها. لا تشفقي عليها، ما يحن قلبك. هاي البني آدمة الذنوب اللي عملتها بحياتها لازم تموت عليهم 100 موتة، مو موتة واحدة.